الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة مادة الخواص المواعي المكمنية. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الرابعة اللي تتكلم عن Properties of Natural Gases. يعرف الغاز على أنه مائع متجانس قليل اللزوجة والكثافة وليس له حجم محدد، وإنما يتمدد ليملأ الوعاء الحاوي له. هذا التعريف العام للغاز. أما فيما يخص الهيدروكربون غازز أو الغاز الهيدروكربوني، فهو متكون من جزئين أو من نوعين، هي الهيدروكربون والنون هيدروكربون غازز. طبعا والنسبة الأكبر هي للهيدروكربون غازز. الهيدروكربون مثل ما درسنا بالمراحل السابقة هو يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والكربون، وطبعا يوجد بتدرجات مختلفة، يبدأ من الميثان اللي هو أخف غاز وصولا إلى البيوتان البنتان ونسبة قليلة من الهكسان. أما فيما يخص النون هيدروكربون غازز فتوجد بنسب قليلة جدا في خليط الغاز، يعني الغاز الطبيعي، تتمثل إما بالهيدروجين سولفيد اللي هي H2S أو النيتروجين أو CO2. طبعا معرفة البريشر فوليوم تمبريتشر PVT أناليسيس والعلاقات الرياضية اللي متعلقة بها، يعني القيم اللي نحصلها أو الداتا اللي نحصلها من PVT ونطبق بعدين الأشياء المستحصلة بعلاقات رياضية لمعرفة الخواص الفيزيائية أو الكيميائية للغاز الطبيعي، مهمة جدا بالنسبة لمهندس المكامن المختص بدراسة خواص الموائع المكمنية. طبعا من خلال هذه الملزمة وبشكل عام بدراسة الـ Properties of Natural Gases راح نعرف مجموعة خواص، منها الـ Apparent Molecular Weight والـ Specific Gravity الخاصة بالغاز والـ Compressibility Factor أو الـ Z Factor، وأيضا Density والـ Specific Volume، الـ Isothermal Gas Compressibility Coefficient اللي يرمز له بالرمز CG، Gas Formation Volume Factor وغاز اكسبانشن فاكتور والفيسكوسيتي. كل هذه الخواص ممكن استحصالها بطريقتين، اما بالقياسات المختبريه المباشره او البريدكشن، يعني التنبؤ باستخدام علاقات رياضيه. الان نتكلم عن ما يعرف بالبيهيفير اوف ايديال غازز، سلوك الغاز المثالي. الغاز المثالي احنا تعلمنا في مراحل سابقه انه الغاز يتكون من مجموعه جزيئات بارتيكلز تربطها قوة تجاذب ضعيفة. في حالة الغاز المثالي الفرضية تقول إنه هذه الجزيئات يعني البارتيكلز ليس بينها أي قوة تجاذب أو تنافر، وأن لديها مرونة عالية. المعادلة اللي تصف هذه الحالة هي معادلة، يعني تصف هذا النوع من الغاز، هي معادلة الحالة أو equation of states. يتم اشتقاق هذه المعادلة بالربط بين كل من البريشر، الفوليوم والتمبريتشر والمول نمبرز اوف ذا غاز، يعني عدد المول مولات الغاز، زين، وتسمى هذه المعادله بالايديال غاز لو، ولها تعبير رياضي راح نتناوله بالسلايد اللاحق. هنا نشوف معادله الايديال غاز او الايكويشن اوف ستيت بحاله الايديال غاز. طبعا هي معادله متكونه من البريشر مضروبه في الفوليوم يساوي لنا الان اللي هي عدد مولات الغاز في الار في التي. الـ B يساوي لنا الـ Absolute Pressure BSIA، الـ V يساوي لنا الـ Volume بالفوت تكعيب، T يساوي لنا الـ Absolute Temperature بالرانكين، N يساوي لنا Number of Moles of Gas، و R the Universal Gas Constant which is for the above units its value 10.73، يعني بالنسبة لهذه الوحدات قيمة الـ R تساوي لنا 10.73 وهو الثابت العام للغازات. إن عدد المولات هي حصيلة قسمة وزن الغاز على وزن الجزيئي، وبتعويض قيمة N تساوي لنا M small على M capital في المعادلة الأساسية، راح يصير عندنا PV يساوي لنا M small هي تمثل لي وزن الغاز على M capital تمثل لنا وزن الجزيئي مضروبة في RT. طبعا الـ M معرفة على أنه weight of gas والـ M capital معرفة على أنه molecular weight. وبما أنه إحنا نعرف أنه الكثافة هي تجينا من قسمة الماس بير يونت فوليوم، يعني قسمة الكتلة على الحجم لأي، يعني لأي مركب أو مكون، فالمعادلة أيضا ممكن إعادة ترتيبها بالشكل الآتي، أنه رو أوف غاز يساوي لنا الماس مقسومة على الفوليوم يساوي لنا وتساوي لنا بالتالي بي في ام على ار تي، يعني مجرد إعادة ترتيب المعادلة.
لدينا الآن مثال يوضح القوانين اللي أخذناها في السلايدات السابقة. يقول المثال إنه 3 pounds of any butane are placed in a vessel، يعني كمية 3 pound 3 باوندات من any butane وضعت في وعاء at 120 فهرنهايت بدرجة حرارة فهرنهايت 120 وضغط 60 psia. مطلوب حساب الفوليوم of the gas، وبفرضية أنه الغاز يتصرف بـ ideal gas يعني غاز مثالي، وأيضا طالب حساب calculate the density of any butane if m capital اللي هي قلنا المولكولار ويت مقدارها 58.123. الحل، أولا نبدي ناخذ المعادلة العامة اللي أخذناها بالسلايد السابق ونشوف المعاليم والمجاهيل. بما أنه المطلوب الفوليوم فV يساوي إن m small اللي هي الوزن مقسوم على m capital اللي هي الوزن الجزيئي مضروبة في r اللي هو الرقم ثابت يعني في temperature. temperature هنا ننتبه إلى تحويل temperature إلى الرانكن لأنه منطينيها بالفهرنهايت، فأضيف لها 460 لأجل تحويلها إلى الرانكن مقسومة على pressure اللي منطينيها بالمسألة 60 psia. فراح يظهر عندي انه الفوليوم يساوي انه 5.35 فوت تكعيب او فيت تكعيب. المطلب الثاني ايجاد قيمة الرو اوف ذا جاز. الرو اوف ذا جاز قلنا تساوي انه ام اللي هي الوزن مقسومة على الفوليوم، وتساوي انه البريشر في الام كابيتال في مقسومة على الار في التي. وبالتطبيق المباشر للقانون فإن الـ density of the gas rho of the gas تساوي إن 60 اللي هي الضغط مضروبة في 58.123 تمثل إن المولكيولار ويت مقسومة على 10.73 تمثل إن الـ R أو الثابت العام للغازات في 580 تمثل إن درجة الحرارة بالرانكن. وكما هو معروف فإن مهندس النفط مهتم بسلوك المزيج، يعني إحنا الغاز الطبيعي نعرف إنه هو مزيج من مجموعة هيدروكربونز، فهو بشكل قليل يتعامل مع الغاز البيور أو النقي. وعليه فبما أنه الغاز الطبيعي هو مزيج من الهيدروكربون تتم دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل عنصر بشكل مستقل، يعني العناصر اللي موجودة اللي مكونت للمزيج الهيدروكربوني تدرس خواصها ثم نحاول جمعها أو نحاول نوجد فد ميكسينج رول بحيث نتعامل مع هذا المزيج ونحسب خواصه بشكل عام.